ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اتاخرت كتير جدا في تلخيص قصه العظيمه جدا Elden Ring، بس ده طبعا بسبب كم العمق الموجود باللعبه وشخصياتها الكتيره جدا. عشان كده بقى قررت النهارده ان اشرح لك القصه هي وشخصياتها الرئيسيه فقط، بحيث ما يطولش الفيديو وندخل في صلب الموضوع. واما بالنسبه لباقي شخصيات الجيم فقصصهم ممكن نشرحها في فيديوهات تانية بالمستقبل، فما تدققش في الموضوع ده في الفيديو. طبعا انت عارف دلوقتي ايه المطلوب منك، انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتوحد الله لا اله الا الله، وكده اخدنا حسنتين مع بعض. ودلوقتي خلينا نخش على القصه. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. اولا انت لازم تفهم المصطلحات الخاصة بالجيم علشان على اساسها هتعرف قدرة كل شخص فيها وحدوده داخل عالم Elden Ring. وعشان كده حابب اكلمك بداية عن الاوتر جودز او الالهة الخارجية، ودول كان ليهم عوالم الخاصة بيهم واللي بيحكموها هم وممالكهم، زي مثلا ذا دارك مون وده الحاكم الخاص بممالك القمر والكلام دوت. وعندك كمان اوتر جاد اسمه ذا فورمليس ماذر، والتالت اسمه فرنزيت فليم، ودول مالهمش اي عزة معانا ولكن في واحد منهم هنتكلم عنه قدام شوية. وطبعا الاخير واللي حابب اكلمك عليه النهاردة وبالتفصيل هو الجريتر ويل، واللي يخص العالم بتاعنا ذا لاند بتوين، وده يبقى او تبقى القوة العظمى الخارجية واللي مظهرش اصلا بالجيم لكنه ممكن يظهر باي دي ال سي جاي للعبه. هو اله بيحكم اللاند بتوين، ده هو اللي بعت في يوم زي نجمه ذهبيه لللاند بتوين، ودي المدينه الرئيسيه باللعبه بتاعتنا. والهدف من النجمه دي هو وجود الالدن رينج وكمان وحش خاص بالجريتر ويل وهنجيله بنهايه اللعبه. المهم ان كان لازما يكون في حامل للخاتم دون، وعشان الجريتر ويل يتقبله لازم يكون بمواصفات محدده زي انه يكون مميز يعني، وده هيجيبنا للمصطلح الثاني واللي يبقى امبيريانز، ودول كائنات فريده ومميزه وموجودين باللاند بتوين والكل بيتعامل معاهم باحترام كبير جدا، طبعا بسبب انهم مختارين من قبل التو فينجر. وعاوز اقول لك ان من ضمن الامبيريانز دول شخصيه اسمها امريكا، والمعروف عنها ان هي مش من العالم ده اصلا. دي بقى محور القصه كلها، وتعتبر اول ملكه تحكم اللاندز بتوين، وطبعا خلاها الجريتر ويل كمان انها تحمل الخاتم إلدن وتحافظ عليه بداخل. بس المعجزة اللي حصلت هنا بقى ان ماريكا حبت بشري واتجوزته، والبشري ده مهم جدا خلال القصة لانه بعد جوازه منها اصبح اول إلدن لورد، وده يبقى جودفري اكيد انتوا عارفينه. وسبب في جوازها منه انه كان حرفيا شخصية قوية جدا ودايما بيعشق الحرب، فكان بالنسبة لماريكا مهم جدا، بالاخص لان ماريكا ما كانتش بالشخصية المحبوبة في اللاند بتوين، وده خلاها تضطر تدخل في حروب كتيرة جدا عشان طبعا الناس تتقبل حكمها، وحروبها دي بقيادة العظيم جودفري، فكانت دايما انتصارات ليها لحد اليوم اللي بيجيبنا للحرب العظيمة ما بين جودفري وعمالقة الشمال او عمالقة النار، واللي كانوا يعتبروا تهديد كبير جدا على الارد تري، ودي تبقى الشجرة المقدسة باللاند بتوين انتوا فاكرينها، واللي كان يعتبر جودفري بيستمد بريقه وقوته منها اصلا، فاضطر يحارب عمالقة النار ديا ويهزمهم كمان، لان من ضمن قواتهم قوة اسمها فليم اوف رون القادرة على تدمير الارد تري حرفيا. ومن بعد انتصار جودفري عليهم انتهى التهديد الخاص بالعمالقة ده نهائيا باللاند بتوين وكمان ارد تري، بس بعدها اختفى تماما بريق القوة من عيون جودفري، كلام دون بعد ما حارب لورد عظيم جدا اسمه ستورم، يعني تلاشت قوته تماما، وكانه كان حصان ضمن شطرنج كبيرة، ووقت ما اتاكل او زي ما تقول كده وصل لمهمة معينة وخلصها بيترمى على جنب. وده فعلا اللي عملته ماريكا، لان بعد ما راحت منه قوته تخلت عنه تماما وشافت انه ملهوش اي لازمة، ومش بس كده دي نفته كمان من البلد دي لبلد تانية خالص وبقى اول المنفيين باللاندز بتوين. بس نسيت اقولك ان ماريكا خلفت منه شخصيات مهمة جدا زي شخصية موج ومارجت، ودول هنرجع لهم خلال القصة قدام ومهمين جدا، وخلفت منه كمان جودوين وده كان زي ما تقول كده امه بتحبه جدا المفضل يعني، وهيتسبب في جنانها قدام شوية. المهم بعد نفي جودفري اصبح اول المنبوذين وبرضه اول إلدن لورد باللاند بتوين، فكان شخصية زي ما تقول كده مثل اعلى للتارنشت، وده هو المصطلح الثالث اللي هنجيله دلوقتي ذا تارنشت، ودي معناها المنبوذين او المشوهين، واي حد بيتنفي كان بيطلق عليه الاسم ده ذا تارنشت. وحتى انت فيما بعد هتلعب بشخصيه من التارنشت، اللي عاوزك تاخد بالك منه هو طمع ماريكا طوال القصه وانها فعلا بتخطط لاشياء كبيره جدا ضد الجريتر ويل، وده طبعا بيجيبنا لطمعها في الخلود لان الالدن رينج هو عباره عن طلاسم وقوه غامضه موجوده بداخله، فقررت ماريكا انها تبعد الموت تماما عن العالم دوت، وعشان تعمل كده ادت الموت لاخوها ماليكاس عشان يخفيه طبعا. وخليني اعرفك انه مش اخوها اصلا، لا هو نصف اخ ليها، او بمعنى اخر هو الظل التابع لماريكا، لان زي ما انتم عارفين الامبيريان
لازم يتولدوا من شخص واحد فقط زي ماريكا يعني عشان يبقوا امبريان، والامبريان اصلا لما بيتولدوا بيتولد معاهم زي حامي ليهم، والحامي ده بيكون ذئب وبيكون هو ظلهم طول حياته. فماليكاث هو الظل التابع لماريكا. طبعا قرر ماليكاث انه يخبي الموت بسلاحه واستخبى هو كمان بعيدا خالص عن العالم دوت عشان محدش يقدر يوصل له، وده خلى كل العائله الملكيه مخلده ومش بيموتوا. طب ازاي جابت الموت اصلا من الخاتم؟ ده هنعرفه قدام شويه لان هيحصل حدث خاص بيه. فخلينا بقى نخش دلوقتي على تاني إلدن لورد بالمملكه بتاعتنا، ودي تبقى الشخصيه الاهم بالقصه كلها، وهو رادجون. مين هو اصلا رادجون؟ ده هو الشخصيه الثانيه من ماريكا بس المذكره، لان بنعرف فيما بعد ان ماريكا تقدر تقسم نفسها لنصفين ذكر وانثى، وكل واحد فيهم زي ما تقول كده مختلف عن التاني تماما، ليه افكاره واجنداته الخاصه. زي ماريكا اتجوزت وخلفت من مشري، ورادجان هو كمان اتجوز وخلف من واحده تانية. طب خلف مين ومن مين اصلا؟ ده بقى يجيبنا لتاني اوتر جاد خارج العالم بتاعنا تماما، واللي يبقى ذا دارك مون اللي كلمتك عنه فوق، وده يبقى اله القمر. وعاوز اقول لك ان الاله ده كان حاطط اللاند بتوين تحت عينيه، يعني عاوزها. كان الشخص اللي زي ماريكا عنده بالمملكه بتاعته شخصية اسمها الرينالا، ودي ساحرة قوية جدا وفي تحت منها شعوب كبيرة جدا لعابدين القمر وهي اللي بتحكمه، ده غير الأكاديمية الخاصة بالسحر بتاعهم. فاضطر رادجون يخش في حرب ضدها بسبب طبعا إله القمر بتاعهم. بس عاوز أقولك إن اللي مش متوقع إنه حبها جدا وهي كمان حبته لدرجة إن الاتنين فكروا في السلام بس من أجل فقط إن حبهم يعيش، واتجوزوا فعلا وخلف منها رادجون أهم ديمي جادز موجودين باللعبة، أولهم العظيم جدا جنرال رادان واخته راني والتالت ريكارد. بس خلي بالك من اختهم راني لان دي زي ما تقول كده مش اختهم اللي هي ايه من امهم وابوهم، هنرجع لها قدام. المشكله اني ما فهمتكش دلوقتي ايه مصطلح ديمي جادز دول. دول يبقوا انصاف الهه وبيجوا فقط لما مثلا شخصيه زي ماريكا تتجوز شخص مختلف زي بشري او اي حد تاني، ونفس الكلام رادجان. لكن لما ماريكا تتجوز نفسها المذكره هيخلفوا شيء اقوى بكتير من الديمي جادز واللي يبقوا الامبريانز، ودول اقوى بكتير جدا من الديمي جادز زي ماريكا يعني. المهم ان ماريكا طلبت من رادجون انه يرجع خاصه بعد نفيها الجاد فري ومعرفتها بانها تقدر تخلف من رادجون عادي، فقرر طبعا رادجون هو كمان يرجع لماريكا لانه شاف ان فعلا ارجع واتجوز نفسي واخلف شخصيات اقوى بكتير. وفي المقابل طبعا كسر قلب الرينالا، بس عاوز اقول لك انه ساب لها جريت رون يقال انه جنين، والجنين ده يبقى شخصيه راني بنتها، عشان كده قلت لك ان هي مش اخت رادان، هي من ابوه بس، عشان كده هي شخصية قوية جدا وامبريان. عايز اقول لك ان الشيء ده كسر قلب رينالا جدا لدرجة انه خلاها تكتئب وخلى شعبها يعمل ثورة ضدها. ايوه ما تنفعش تبقى ملكة لينا بالشكل دون، والثورة دي ادت بالنهاية بحبسها بمكتبة ضخمة جدا. وبالنسبة لقصتها نرجع لها في فيديو قادم بشكل مفصل. المهم بقى ان رادجون خلف من ماريكا توأم مهمين جدا، بنت وولد. الولد اسمه ميكيلا والبنت اسمها مالينيا، ولكن لسبب ما اتولدوا بلعنات طردتهم طوال حياتهم، زي ان ميكيلا ملعون انه يفضل طفل طول عمره ما يكبرش، ومالينيا اتولدت خلينا نقول بقوه اسمها سكارلت روت، وده عفن جواها وادى لاسقاط الاطراف بتاعتها فكان هلاك ليها يعني. بس في المقابل كان سريع العدوى، يعني كانت بتعدي بيه اي حد ومميت فعلا لانه كان بيشوه الشخصيه حرفيا ويخليها تتجنن، فانا بعتبرها قوه ليها. بس عايز اقول لك ان الشيء ده ادى ان ميكيلا يتعذب وهو شايف اخته بتتعذب، فصنع ليها اطراف الصناعيه الخاصه بيها واللي استخدمتها بحروبها على طول، فعلا كانت من افضل الاطراف اللي استخدمتها مالينيا وحبتها جدا من اخوها وهنجيلها قدام. خلينا نرجع لشخصيه راني لانها مهمه جدا، وعملت شيء حول ماريكا لشخصيه مجنونه حرفيا، او زي ما تقول شخصيه ذو اهداف واجندات، وهو ان راني ما كانتش حابه تعيش تحت اراده اي حد بالعالم دون بما فيهم الجريتر ويل، فقررت تاخد خطوتها الاولى وتسرق بقايا من رون الموت. طبعا الكلام ده من اخو ماريكا ماليكاث، وحطت البقايا دي باسلحه تخص جماعه تسمى بالقتله اللي هم الاساسين، ودول بقى قرروا بليله اسمها نايت اوف ذا بلاك نايفز انهم يعملوا انقلاب على ماريكا والعائله الملكيه. وطبعا لان اسلحتهم فيها بقايا من رون الموت قدروا انهم يموتوا ابن ماريكا جادوين. طبعا انتوا فاكرينه. الشيء ده خلى ماليكاث يحس بالذنب جدا وانه المتسبب باللي حصل، فقرر يطعن نفسه بسلاحه اللي فيه رون الموت بهدف طبعا نقل الموت دون داخله وحمايته تماما. طب حصل ايه لراني؟ موتت نفسها بهدف التخلص تماما من تحكم اي شخص فيها زي كريتر ويل يعني. طبعا لان راني اصلا امبريان، الحقيقه مش عارف ازاي هي امبريان، بس اعتقد زي ما قلت لك فوق ان راني مش بنت رينالا اصلا، هي بنتها بالتبني
وده يجيبنا لنظريه ان الجولدن رون اللي سابها رادجان لرينالا هي راني. فاكتب لي رايك في الكومنتس تحت. خلينا بقى من راني دلوقتي ونحكي قصتها بفيديو تاني، عشان الاحداث الجايه هتعرفك اهداف ماريكا، والاحداث دي هتاخدنا لاكبر حدث في قصتنا وهو ذا تشاترينج هو تحطم الخاتم، لان ماريكا اتجننت زي ما تقول كده وقررت ان هي تنتقم لابنها جولدن بانها تكسر الخاتم دون تماما. في الوقت نفسه تحقق اهدافها وهي التخلص تماما من تحكم الجريتور ويل فيها زي راني يعني. الشيء ده طبعا ما تقبلهوش تماما رادجان وحاول يصلح الخاتم تاني بس معرفش للاسف، وساعتها غضب جدا عليهم الجريتر ويل ورجع الاثنين في كيان واحد. ومش بس كده، ده كمان حبسهم بالشجره المقدسه الايرد تري، والشيء ده زي ما تقول كده حقق بعض النظام بالعالم، لان رادجان وماريكا الخاتم اصلا كان جواهم او جوه ماريكا نفسها، ولما كسرته كان لسه جواها زي بقيه ليه، وده خلى العالم ما ينهارش. وعلى الجانب الاخر بدات سلاله ماريكا تظهر ويتصارع على الجريت رونز اللي نتجت طبعا عن تكسير الخاتم، وكانوا بيحاربوا في بعض بهدف انهم ياخدوا الرونز ديا، وما كانوش بيسمعوا كلام الجريتر ويل، كانوا عايزين يكونوا بمنتهى القوه. بس الذكيه ماريكا عملت شيء ذكي جدا وهو انها اخذت جزء مهم من الخاتم دون، وهو الجزء الخاص بالموت. هيرجعنا طبعا لماليكاس اللي حكيت لك عنه، وادته لاخوها ماليكاس بحيث ان هو يخبيه. طبعا ليه؟ عشان تفضل مخلده وما تموتش حتى بعد حبسها. وده طبعا يجيبنا لنهوض التارنشت اللي هم احنا. طبعا الجريتر ويل شاف ان مفيش فايده ولا من الديمي جادز اللي بيتصارعوا على بقايا الخاتم، ولا حتى من ماريكا ورادجان اللي وثق بيهم وحطهم مكانه باللاندز بتوين. فقرر بقى انه يعيد المنبوذين اللي هم اصلا بعيدا تماما عن كل الصراعات دي، بهدف طبعا السعي في اهدافه اللي هو عاوزها، زي ان التارنشت يستعيدوا بقايا الالدن رينج بالكامل. ودي طبعا مهمتك بالجيم كلها، وممكن تعملها وممكن ما تعملهاش على فكره، لان ليك اكتر من نهايه في نهايه اللعبه. بس خلينا من ده طبعا هيدخلك بصراعات مع ديمي جادز كتير جدا من سلاله ماريكا، وهيوديك لمهام ممكن تغير لك نهايه الجيم بتاعتك تماما. بغض النظر بقى عن كم الديمي جادز اللي هتقابلهم في اللعبه، هكلمك عن الاهم فيهم واولهم العظيمه مالينيا. ودي قصتها باختصار انها ملعونه زي ما قلت لك بالعفن، والمتسبب في ده زي ما قلت لك برضه اوتر جاد خارجي غير الجريتر ويل الخاص بالعالم دون. وده مش مؤكد على فكره، لان في نظريه ثانيه ان المتسبب في اللعنه دي هو الجريتر ويل نفسه، والسبب في كده رفضه لجواز ماريكا من نفسها، والسبب الثاني هو غضبه عليهم فلعن اولادها باللي انت شفته ده كله. الفكره بقى ان مالينيا كانت قويه جدا لدرجه انها بتكسب اي حرب بتخشها، ده غير جيشها اللي كان معاها طول الوقت، واللي كان اصلا متصاب عدوة العفن منها كان برضو قوي وبيتبعها لابعد الحدود، خاصه لانهم متصابين بالعفن يعني كده كده ميتين، فكانوا شايفين انه يموتوا بجانبها احسن بالمعركه. لحد في يوم ما حاربت اخوها الغير شقيق رادان واللي كان قوي جدا زيها. رادان قصته يا شباب باختصار انه يبقى ابن رينالا ورادجان، وكان بيحب جدا شخصيه جاد فري لدرجه انه كان نفسه يبقى زيه، وعجبه جدا اول الستايل بتاعه، وكان متعلم من امه سحر الجاذبيه اللي ساعده في تخفيف حمله على الحصان بتاعه، طبعا لان حجمه كبير جدا وما كانش عاوز يفرط في حصانه ابدا. المهم بقى ان طول حربهم مع بعض ولا مالينيا بتكسب ولا رادان بيكسب، فقررت الداهيه اللي اسمها مالينيا انها تصيبه بعدوه العفن بتاعها واللي تقريبا اسمه سكارلت ايونيون، الشيء اللي خلى رادان فعلا شخصيه ثانيه متوحشه لدرجه انه كان بياكل الجثث بتاعت جنوده. فالشيء ده خلى الفرسان اصحابه يقرروا ان هم يعملوا زي تحدي لمين يقدر يقتل رادان، وانت كل المحاربين بتخشوا تقتلوا فيه، والهدف من كده تحقيق امنيته الاخيره وهي انه يموت بالمعركه. واما مالينيا فبعد حربها مع رادان كانت ميته حرفيا مش قادره تاخد نفسها، خدتها واحده من الفرسان اللي كانوا معاها ورجعتها تاني لشجره كانت مواعده اخوها انها تستناها عندها، وهناك هتروح لها وتحاربها في حرب عظيمه، والهدف من كده انك تاخد منها الجريت رون اللي كان معاها. واما بالنسبه لاولاد ماريكا اللي يبقوا مورجت وموج واللي قلت لك هنرجع لهم قدام، فدول قصتهم زي ما تقول كده غريبه، زي ما تقول كده منبوذين يعني من الكل، كل كان جاي عليهم. بالنسبه لمورجت فكان مكروه من امه وكل اللي حواليه، وكمان كان محبوس منهم، بس لما خرج قرر ان هو يسامحهم ويتصدى للتارنشت بما انه بقى الحاكم، لان طبعا الكل راح. وده يجيبنا للشخصيه الثانيه وهو موج، وده مهم قوي لان تفكيره واهدافه ممكن تفتح لجزء جديد او حتى دي ال سي للعبه، لانه كان زي اخوه مورجت مكروه ومحبوس كمان، فطبعا شاف انه مقدر له اشياء اكتر من كده بكتير، ومن ضمن الاشياء دي انه خطف ميكيلا ابن رادجان واخوه مالينيا، وحاول كمان يقنع اوتر جاد مختلف عن الجريتر ويل بالاجندات الخاصه بيه، وده كلمتك عنه بالبدايه واسمه او اسمها فورمليس ماذر، والهدف من كده ان موج عاوز يتحكم بالعالم دون عن طريق ميكيلا اصلا زي دميه تحت منه، لان شفنا انه خطفه وكان حاطه زي داخل شرناقه بحيث يعيده للحياه تاني لانه قتله، والهدف من كده يتحكم بيه. شيء كده يشبه شخصيه سيدون ذا كينج من فيلم اللورد اوف ذا رينجز، بس زي ما تقول كده ولا ميكيلا صحي ولا حتى حد عبر موج وبتيجي انت تخلص عليه، فممكن فعلا ان ميكيلا ما يكونش مات اصلا ولسه عايش ويظهر بالدي ال سي القادم. وبالنهايه بتوصل لفتح الارض
تري عشان تواجه رادغان وماريكا. بس حابب الفت نظرك لشيء مهم جدا، ان ماريكا كانت عارفه بكل اللي هيحصل دون، حتى حبسها كانت منتظره الترنج اللي هيجي يفتح لها الحبس دون ويحاربها، حتى لو موتها هي عندها هدف تاني وهقوله لك قدام. المهم ان انت بتقدر تقتلها فعلا، وبعدها بيظهر وحش عباره عن رسول تابع للاوتر جاد اللي هو جريتر ويل، والوحش دون كان ضمن الجولدن ستار اللي بعتها جريتر ويل لعالم اللاندز بتوين ببدايه اللعبه، اكيد انت فاكره. نتج عنها الوحش دون اسمه إلدين بيست، وده حامل العرش بالكامل. فلو ركزت هتلاقي ان في كيانين بيفكروا عكس بعض مع انهم كيان واحد، وهم رادغان وماريكا. رادغان اللي عاوز اقول لك ان هو اصلا اللي قفل شجره الارد تري على نفسه عشان انت ما تقدرش تدخل له، زي ما تقول كده كان بيحمي منك الإلدين بيست، يعني انقلب على ماريكا. والعكس، ماريكا كان هدفها وصول الترنج اللي داخل الارد تري من اجل قتل الإلدين بيست، يعني اهدافها كلها كانت ضد الجريتر ويل، كانت عايزه تنتقم منه باي شكل. والعكس، رادغان زي ما تقول كده كان في صفه. خليني بقى اقول لك ان القصه مترابطه مع بعضها ومع اي مهمات انت عملتها خلال الجيم، لان لك اكتر من نهايه للعبه، ودي بتتحسب على اي طريق انت هتاخده واي آلهة هتقتلهم، زي مثلا اختيارك لاتباع اراده الجريتر ويل وجمع الالدن رينج. ده هيخليك بالنهايه الالدن لورد للعالم بتوين مكان ماريكا يعني، وهتبقى تحت قياده الجريتر ويل، او انك تختار تبقى حر وتستخدم الفليم اوف رونز اللي كلمتك عنها الخاصه بالعمالقه، وتحرق كل شيء للعالم دون. يعني انت وعالم لاندز بتوين هتخرجوا من تحت قياده الجريتر ويل، وبعدها تبنوا العالم ده من الصفر. في حوالي 6 نهايات ممكن نتكلم عليهم في فيديو تاني لو حابين، لان فيهم نهايات جميله جدا، نهايات ممكن تفتح لاجزاء جديده، نهايات ممكن تجيبنا الاجزاء الجديده للعبه، لان اللعبه حرفيا كبيره جدا وتستاهل اجزاء ودي ال سي خاصه بيها. اتمنى اكون وعدت ووفيت، والفيديو شرح لك كل شيء. كل اللي طالبه منك انك تسيب لي رايك بالكومنتس تحت لو وصلت لحد هنا. اشوفكم الحلقه القادمه، الى اللقاء.